تكاتفنا وبعدنا عن البطولة أعطانا شغف كبير أن احنا نحاول نرجع لهذه البطولة، خصوصا أسماء شابة مع كم عنصر خبرة لم يسبق لأي أحد بالمجموعة أن تأهل إلى كأس العالم، فهذا أكبر حافز أن احنا نكون مقاتلين على هذا إلى تأهل كأس العالم. طبعا تقريبا المجموعة هذه والمجموعة اللي تأهلنا في كأس العالم في عام 2006 قبلها في التصفيات، يعني كانت المجموعتين هذه من أفضل المجموعات. الآن عندنا فرصة كبيرة أن احنا نكتب أسماءنا من ذهب، وهو التأهل إن شاء الله إلى كأس العالم.